السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا الآن متواجدين في منطقة أكشابات. المنطقة التابعة لمنطقة أكشابات اسمها منطقة زيتينلي. زي ما انتم شايفين أشجار الزيتون اللي موجودة حول المنطقة. على هذا الأساس سموا المنطقة منطقة زيتينلي. متواجدين بجوار الفيلا هذه، بنصور لكم اليوم فيلا مساحة الأرض 800 متر مربع على صكين. يعني الشخص اللي بيشتري الفيلا أمامها منطقة خاصة نقدر نبني فيها، يعني لها صكين. الفيلا مبنية على مساحة أرض 300 متر مربع، 3 أدوار. تعالوا مع بعض نشوف تفاصيل الفيلا. وصلنا الفيلا زي ما انتم شايفين. مدخل الفيلا الدور الأساسي من هنا. أول ما ندخل بوابة الفيلا الرئيسية من هنا راح تكون. المنطقة اللي احنا فيها منطقة موزع ودرج، طلعنا على الدور الثاني، وعندنا هنا دورتين مياه، ويمينا على طول عندنا غرفة النوم. غرفة النوم هذه موجود فيها أثاث، صح انه الأثاث شوي قديم، نقدر ناخذ الفيلا بالأثاث، وأيضا نقدر نستغنى عن الأثاث. لا حمام خاص فيها أو كمروش نقدر نقول. وإطلالة غرفة النوم أيضا إطلالة على البحر. نطلع من غرفة النوم نتوجه إلى الصالة. زي ما أنتم شايفين مساحة الصالة مساحة جيدة، موجود فيها طقم كنب، وعندنا الواجهة هذه، الإطلالة الجميلة هذه، إطلالة الصالة. نقدر نستمتع بالأجواء الجميلة بالإطلالة هذه، إطلالة الطبيعة والبحر أيضا من الصالة. شيء جميل ما شاء الله تبارك الله. بجوار يعني الصالة عندنا بلكونة خاصة. البلكونة هذه إطلالتها مباشرة على البحر، ومن الجنب عندنا إطلالة جانبية على الطبيعة أيضا. وعندنا زي ما شرحت لكم تحت أشجار الزيتون اللي أمامنا والطبيعة الخضراء الخلابة، يعني راحة نفسية، شيء رائع ما شاء الله تبارك الله. زي ما قلت لكم الدور الرئيسي موجود فيه غرفة نوم والصالة هذه اللي احنا فيها ودورتين مياه. عندنا هنا دورة المياه الأولى ودورة المياه الثانية الرئيسية وانتم بكرامة. مقابلها عندنا المطبخ. عندنا مساحة المطبخ جيدة ما شاء الله تبارك الله، فيها دواليب راكبة أيضا. يعني الفيلا مبنية تقريبا يعني ممكن ما كملت سنة، فيلا جديدة. والمطبخ لها بلكونة خاصة فيها مطلة من الجهة الغربية على الطبيعة. شوفوا ما شاء الله تبارك الله إطلالة، يعني شيء رائع جدا. استمتعوا بالإطلالة الجميلة. زي ما شرحنا الدور الأول الرئيسي صالة وغرفة نوم ومطبخ ودورتين مياه، المدخل الرئيسي. نطلع مع بعض نشوف الدور الثاني. وصلنا الدور الثاني. عندنا على اليمين هنا غرفة مستقلة. الغرفة هذه لها دورة مياه خاصة فيها. مساحة الغرفة جيدة، نقدر نستخدمها كغرفة نوم للأطفال مثلا. بجوار الغرفة هذه عندنا صالة، يعني مساحة الصالة هذه تقريبا زي الصالة اللي تحت بس أصغر شوي.
موجود فيها أثاث متواضع ولها تراس جميل جدا. تعالوا استمتعوا بإطلالة التراس وشوفوا مساحة التراس، ما شاء الله تبارك الله مساحة كبيرة جاية على شكل L. التراس يعني نقدر نقول هنا 10 أمتار في 8، يعني مساحة كبيرة تقريبا 10 في 3 طرف، وعندنا هنا 8 في 2.5 متر. وحاطين هنا برضو مطبخ صغير نقدر نستخدمه للشاهي، للحاجات الخفيفة، للجلسة واحنا مستمتعين في التراس هنا. وإطلالة التراس شيء خيالي، شوفوا ما شاء الله تبارك الله. الموقع أقول لكم أنه بين الشارع الرئيسي وموقع الفيلا أو موقع البناية، يعني تقريبا نقدر نقول 800 إلى 1 كيلو. الخدمات تفتقر الخدمات حول المنطقة، نقدر ناخذ الحاجات اللي نبغاها من بداية الطريق، طريق المدخل إلى الموقع. أكثر من كذا ايش أقول لكم، في هنا أيضا جراج خاص للسيارات، وننزل تحت وشرح لكم تحت ايش في أيضا في الدور الأرضي. وصلنا الدور الأرضي، الطريق المؤدي لها من الطريق الجانبي، نقدر نخش على الدور الأرضي. يعني نقدر المنطقة هذه نخليها كجراج للسيارة ونحط فيه حواجز هنا دربزين ونحط بوابة، يعني صاحب الفيلا سايب أمور كثيرة للشخص اللي بيتملك الفيلا. زي الدور الأرضي هنا زي ما انتم شايفين خلاها زي ما هو، التشطيبات والبوية والأمور كلها سايبة على المشتري الجديد. يعني أول ما ندخل هنا عندنا هنا على اليمين نقدر نقول كصالة، الصالة فيها بلكونة جانبية والإطلالة الأمامية حلوة، مركب الشبابيك، مجهز الأمور كلها، مفاتيح الكهرباء مركبة وجاهزة. بالإضافة إلى ذلك بجوار هنا نقدر نخلي هنا المطبخ الدور الأرضي، الأبواب سايبها ومخليها الشخص اللي بيتملك يركب الحاجات هذه كلها ويجهزها زي ما هو. الدور الأرضي هنا برضو بجوار المطبخ عندنا بلكونة صغيرة حلوة إطلالتها على الطبيعة من الجنب، حاجة جميلة ما شاء الله تبارك الله. عندنا برضو مخزن نقدر نستخدم المنطقة هذه كمخزن، وعندنا هنا زي الدور اللي فوق دورتين مياه، ومخرج هنا على الحوش الخارجي. المنطقة الخارجية هذه نقدر نستفيد منها في حاجات كثيرة. مساحة الأرض زي ما انتم شايفين من الجدار هذا اللي انتم شايفينه قدامكم مع السياج الحديد هذا إلى تحت عند الزرعة هذيك، زي ما قلت لكم أنه الأرض بصكين، يعني المنطقة اللي احنا فيها هذه صك والمنطقة اللي تحت صك ثاني. يعني الشخص اللي بياخذ الفيلا يقدر يستفيد من الصك الثاني ويبني هنا أي شيء يبغاه، مسموح له بناء دورين فيلا، مسبح، الشيء اللي يرغبه يقدر يستفيد منه. المنطقة هذه تقدر تستفيدوا منها، تزرعوا فيها حديقة صغيرة، تحطوا فيها مثلا أشجار، تحطوا فيها مثلا كتراس كبير زي التراس اللي فوق، وتستمتعوا بالأجواء الحلوة. أحلى شيء في الفيلا كلها المنطقة هذه، منطقة حلوة جميلة تستفيدوا منها، تقدر تخلوها تغطوها بسقف أو تخلوها مفتوحة. المنطقة هذه أصلا مغطى، لا حمام أيضا، حاجة جميلة أنه مجهزة بكل التجهيزات كحمام في المنطقة هذه.
يعني شيء جميل ما شاء الله تبارك الله. المنطقة زي ما قلت لكم، المنطقة هذه تابعة لمنطقة أكشابات، منطقة زيتنلي، من أطراف أكشابات. المسافة بين الموقع وميدان أكشابات ما هي بعيدة، تقريبا نقدر نقول تقريبا 10 دقائق نوصل لميدان أكشابات. وعندنا تقريبا إلى رأس الشارع أو الشاطئ تقريبا 800 إلى 1 كيلو تقريبا نوصل على الساحل. منطقة حلوة، إطلالة حلوة، الهواء هنا نقي زي ما انتم شايفين، يعني الشخص اللي بيتملك بيستمتع في الأجواء الحلوة هنا. وما ننسى مسوي لكم برضو مكان إذا تبغوا تربوا دجاج. إذا تبغوا تربوا دجاج برضو في صندوق الدجاج هنا حاطينها، يعني ما شاء الله حاجة مكملة من مجاميعه. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. استمتعوا بالإطلالة الجميلة.